نلتقي اليوم في الأسبوع الأول من شهر القراءة اللي تحتفي فيه دولة الإمارات العربية المتحدة. يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله إن القراءة هي مفتاح المعرفة، والمعرفة مفتاح النهضة الحضارية، وتعزيز الانفتاح المعرفي والثقافي يبدأ من الطفولة، وغرس حب القراءة في نفوس الصغار هو غرس لأسس التقدم والتفوق لبلداننا. وأهم ما يقرأ هو كتاب الله، كون أن من يقرأ القرآن كذلك هي قراءة، بل هي قراءة ترفع من مستوى الوعي وترفع من مستوى العلم وترفع من مستوى الرحمة والرأفة. والحمد لله ترتيب الدول الخمس الأولى حلت الإمارات الرابع. القراءة لم تعد محصورة على الكتاب، لم تعد محصورة على الصحف والمجلات، والمعرفة لم تعد محصورة على هذه الموارد فقط. القراءة صارت من تويتر، من التواصل الاجتماعي. أوجه الدعوة إلى جميع أفراد المجتمع ليكونوا قدوة لأبنائهم في تبني القراءة، لأن الأب والأم إذا لم يقرأوا لن يتعود الأبناء على القراءة.